طب انا بعمل عمليات على عجلان ومتفوق فيها بفضل الله عز وجل، ايه اللي يخليني الجا لعمليات اخرى؟ هنقول ليه؟ انا دلوقتي عندي مريض هيركب دعامه، عملنا له الدعامه. اي مريض عندي عنده سرعه قصف او الوقت عنده قليل وعايز يزوده، بنعمل له ايه؟ بنعمل له عمليه تاخير سرعه القصف. طب انا المريض ده عشان احدد هعمل له انسب عمليه بعمل له اختبار فحص كده. يعني المريض ممكن يجي يقول لي انا عاوز اعمل عمليه على عجله، انا اقول له لا انا هعمل لك فحص، ممكن واحده منهم تكون افضل لك، مش لازم العمليه بتاعتنا. انا ما يهمنيش اعمل عمليتي او عمليه غيري، يعني يهمني ان انا اعمل لك الاصح، وهشرح ليه. بالخبره there is no substitute for experience، لا بديل عن الخبره. بالخبره احنا لاحظنا ان كل 10 عيانين منهم 9 بيستجيبوا العمليات على عجله. فانا اي 10 عيانين قدامي عارف ان في منهم 9 هيستجيبوا العمليات على عجله، فما عنديش مشكله. العاشر مين فيهم بقى؟ انا بعمل اختبار لاي عيان يجي، والله طلع هيستجيب لي علاقه خلاص هنعملها، طلع بقى هيستجيب لواحده من التانيين العمليات التانيه، يبقى الصح ان انا اعملها. يعني انا عندي مريض مثلا عملت له اختبار لقيت عمليات على عجله هتدي له تحسن في القصف 100%، والعمليه رقم 2 هتدي له 150%، والعمليه رقم 3 200%، والعمليه رقم 4 هتدي له 400%، والعمليه رقم 5 هتدي له 500%، يعني الوقت بتاعه يتضاعف 5 مرات. طيب المنطق ان انا اعمل له العمليه رقم 5 هتدي له 500%. طب افرض ادت له مثلا ادت لي العمليه رقم 3 هعمل له رقم 3، الاختبار اداني عمليه على عجلان هعمل له عمليه على عجلان. يبقى انا ما عنديش مشكله في 90% من المرضى اعمل لهم على عجلان وانا مرتاح خلاص، لان انا عارف كده كده ان البريدكشن تيست هيديني دي. العاشر ده اعمل فيه ايه؟ حقه ان هو ياخد علاج. القاعده اللي احنا اخدينها واللي خلتنا نعمل النتائج، يعني احنا عاملين نتيجه عالميه 99.6%. ليه؟ لان احنا عندنا قاعده ليه تعمل الصح لما ممكن تعمل الاصح. انا دايما بدور على اصح حاجه للمريض. المريض ده تعب ومن حقه يرتاح، ومن حقه عليك كطبيب انك تعمل له يعني افضل ما يمكن. يعني لازما تعمل، يعني كانوا زمان بيقولوا لنا ليس بالامكان افضل مما كان، يعني ده خلاص اللي في ايدنا. لا، احنا ضد هذا القول، احنا عاوزين نديك افضل نتيجه ممكنه. فبناء عليه انا بعمل لك عمليه تاخير القصف مع الدعامه. طب افرض انت مش عارف تعمل عمليات، حق المريض، ولكن هياخد علاج دوائي بقيت عمره، لان للاسف الشديد لا يوجد علاج دوائي جذري لسرعه القصف، بينما العلاج الجراحي جذري